السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقاطع السابقة نزلنا تحديات جميع الشخصيات، فاليوم أضافوا شخصية جديدة اللي هي شخصية غضب. يقول لك تحدث إلى غضب وأكمل سلسلة مهام المستأجر الهارب. في البداية وقبل كل شيء زي كل مرة، أول شيء نحدد موقع الخريطة فين. هيكون موقع هنا، انتبهوا الموقع هذا تمام لأن هذا المكان دائما يلخبط. أوكي، هذا موقع. طيب بعد ما حددنا موعد موقع الشخصية على الخريطة، دحين نروح نزور الشخصية عشان ايش يفتح لنا المهمات او يعطينا المهمات. شوفوا موقع هنا، انتبهوا لان المكان هذا يلخبط كثير. هتلاقوه في البيت هذا الصغير، هذا هو. طيب تكلم معاه، عنده يقول لك تبرع لسائق الحافلة بمبلغ كبير ومبلغ صغير، وعندك هنا يديك تنبؤات بالعاصفة يعني بالزون فين، وعنده المسدس ده، وهذه هي المهمات. ارصد لاعب العدو باستخدام جهاز الفحص والاستطلاع. طيب دحين فتحنا المهمات. اوكي، طيب بعد ما فكينا التحديات من شخصية غضب، ادانا 5 تحديات 5 مراحل زي كل شخصية. في التحدي يقول لك ارصد لاعبي العدو باستخدام جهاز الفحص والاستطلاع. جهاز الفحص والاستطلاع هو هذا، يقول لك ارصد الاعداء، يعني كل اللي عليك. شوف هذا واحد، هم طالبين 2، وممكن اذا سويت عليه ثاني مره ممكن يسوى التحدي. دقايق خلنا اجرب. وهذا الثاني، ايوه سوي عليه مرتين يسوي معك التحدي على طول. اوكي، طب في التحدي الثاني او المرحله الثانيه اللي هو التحدي الاخضر، يقول لك استخدم منصه قفز او فتحه قفز، وقع مسافه 100 متر قبل الهبوط. المنصة القفز هي هذه، وفي عندكم الابراج الحراسه عارفينها، اما تطلع فوق وفي حاجه تخليك تنط وتفك المظله وتقدر تطير. اوكي، فانا ما انصحكم بذا كله، انصحكم بهذه عشان هذا تطيرك بعيد، وما تطيرك بعيد لانه مطلوب منك انك تهبط تقعد مسافه 100 متر قبل الهبوط، يعني تفك المظله وتقعد تطير لمسافه 100 متر. تقدر تسويها في جيمين عادي، يعني زي كذا طالعه وفك المظله، لازم تقطع مسافة 100 متر. طب إذا أنت سويت 50 تقدر تسوي في الجيم الثانية 50 الثانية وتخلص الجيم أو التحدي. فهمتوا كيف؟ شوفوا زي كذا، بس كذا سووا معنا التحدي. طب في التحدي الثالث أو المرحلة الثالثة أو التحدي النادر اللي هو اللون الأزرق، يقول لك تعرف على تنبؤات العاصفة من أحد الشخصيات. أول ما تحط على التحدي بيبين لك 4 مواقع، تنزل على اي موقع منها، هم مطلوب منك واحد. كيف تسوي التحدي هذا دحين اوريكم. تيجي عند الشخصية، في عندك هذه هي، يقول لك التنبؤ بالعاصفة، الكشف عن دائرة العاصفة، قيمتها 170 ذهبة، يعني لازم يكون عندك ذهب عشان تسوي التحدي. شوفوا كيف دحين اضغط اكس، شوف بس سوى التحدي. فهمتوا كيف؟ طب في التحدي الرابع او المرحلة الرابعة اللي هو التحدي الملحمي، يقول لك احصل على مكافآت من لوحة المكافآت. ايش هي لوحة المكافآت؟ اللي هي هذه، شايفين؟ طيب كيف تعرف موقعها؟ اول ما تحط على التحدي يبين لك المواقع كلها، كل اللي عليك بس حط عليها زي كذا وفك الخريطة وانزل على اي موقع يعجبك. شوفوا تيجوا هنا وتاخذوا مهمة على اي واحد يسوي عليكم التحدي على طول. شفتوا كيف؟ طب في التحدي الخامس او المرحلة الخامسة اللي هو التحدي الاسطوري او الذهبي، يقول لك اكمل مهمة جائزة. كيف تكمل مهمة جائزة؟ مهمة جائزة انك تاخذ مهمة من اللوحات هذه، نفس التحدي الرابع. فاذا انت سويت التحدي الرابع، شوف زي كذا، اذا انت سويت التحدي الرابع حاول ما تطلع. ليه؟ اذا طلعت ممكن انك تسوي 2 التحديات في تحدي واحد، يعني اهو شوف اذا انقتل اسوي التحدي. دحين انت اخذت الجائزة، فهمتوا كيف؟ طيب اذا انت سويت التحدي الرابع حاول انك تجلس عشان تسوي التحدي الخامس معاه، يعني يكونوا تحديين في تحدي واحد. ليه؟ لانه التحدي الاسطوري فيه مشكلة، مكتوب اكمل جائزة، شوفوا كيف؟ لكن لما تيجي تحدد على التحدي ما يبين لك مواقع اللوحات،
لكن انا حطيت لكم خريطه يبين لكم جميع مواقع اللوحات، يعني اذا انت سويت التحدي الرابع ومت، اما تيجي التحدي الخامس انا احط لكم دحين الخريطه يبين لكم المواقع فتعرفوا فين وتقدروا تسووا التحدي. طيب اذا اخذت مهمه على اي شخص مو ضروري انك انت تقتله، لا حتى لو واحد قتله، حتى لو واحد لو انتحر لو شيء انحسب لك التحدي على طول، فهمت كيف؟ طب كده خلصنا من التحديات. شخصية غضب اللي أضافوها اليوم الجديدة، 5 مراحل 5 تحديات. مو ضروري تاخد التحدية من الشخصية، تقدروا تروحوا التلفونات وتاخدوا التحديات تبعه عادي. وفي عندكم الشيء الثالث يعني أسهل لكم بكثير، إذا أنت تبى تروح للشخصية وتفك المهمات أنزل في معمل المعارك، فك المهمات وبعدها أدخل أجيال معيتية سوي التحديات، هتكون سهلة بالنسبة لك، لأنك لما تنزل تكلم الشخصية، أنا نزلت 20 مرة قتلوني صراحة، فنزلت معمل المعارك فكيت التحديات وبعدين دخلت جيم عادي سويت التحديات، فهمتوا كيف؟ فتكون أسهل لكم يعني. أوكي كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.